حياكم الله أعزائي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الطليعة الفضائية ومتابعين الشعر الشعبي. الحلقة الأولى من المسابقة الأولى في العراق سفراء الدارمي، دعما إلى الشعر الشعبي وإلى الشباب وإلى هذا اللون الجميل وهو الدارمي. نرحب أنا وأنتم باللجنة الكريمة والمتسابقين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ حسن أبو الحديد. أهلا وسهلا سيد عام. حياكم الله. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ ماجد السفاح، حياكم الله. مرحبا سيدنا. اهلا وسهلا استاذ سعد الجنابي، حياك الله مولاي. حياكم الله واهلا وسهلا. اعزائي المشاهدين، سوف تكون لنا في كل حلقه قصه من موروث الشعر الشعبي الدارمي تحديدا. بيوم من الايام اكو شخص يحب له وحده، فهذا الشخص من عادات اهلنا وتقاليد اهلنا ما يقدر يوصل وما يقدر يشوفها، فهو يحبه وهي تحبه. وعادات قبل المرأة تروح للشريعة تروي ماي، فهو من تروح للشريعة يشوفها، من تروح تلم حطب يشوفها، يعني بأماكن متفرقة وأماكن بعيدة يشوفها من بعيد. فشاءت الصدفة أنه يلتقي بيها، قالها إحنا شلون نظل، لازم نتلاقى ونقعد ونسولف نسامر. فذاك اليوم قالت له تجينا باليوم الفلاني، أرد أشوفك ومشتاقت لك. فهو أجاها بالليل متنكر، يحبها حب قبول، الحب الصادق، الحب الشريف، الحب الأبيض. فأجاها بالليل يريد يشوفها، فأهل البنية عندهم كلب أجل الله السامع، فكل ما يدنى كل ما يدنى ينبح الكلب يرجع، يدنى يريد يوصل ينبح الكلب يرجع. المهم بقى على هذه الوضعية لما طر الفجر، دور طلع الظل وهذا مش شوفه وصير مشكلة وصير كارثة بهذا الموضوع. فرجع، قعدت البنية من الصبح تخبز على وجار التنور، أجل الله سامع الذب خبزة لكلبهم حيوان. فهي مثل ذبت لخبزة قالت لبي الدارمي، قالت له لا تنبح على هواي تشندو بوصيك، لا تنبح على هواي شندو بوصيك، لابو اللي يطعمك زاد لابو اللي يلفيك. هذا من موروث الشعر الشعبي وموروث الدارمي تحديدا. المتسابق الأول معنا في هذه الحلقة متسابق مهم وجميل جدا، أتانا من مدينة الذي يقول مكتوبك نسويه من يوصل حروز، يا ذيب تالي اللي لو الدنيا تموز. نجل الشيخ راهي سعيد آل ناطور، تحية له وسلام. المتسابق الشيخ حسن أركان آل ناطور. اسمحوا لي أن أبتدئ بالشيخ راهي سعيد. إحنا نعرف الراس والدفة دفة، وفشل السهم ينجاب للما يعرف الله. من شاله والتابوت شل السلف شال، وبتشب عقل زعطوط ما كان رجال. يا سلام. سنت مشاركتي. أنا ابن أبوي جاب عزل العشيرة، أنا ابن أبوي جاب عزل العشيرة، وقصته من النوماس متروسة غيرة. الكدن الكدهن على الضيج ما كظهن عنان، ما عدوا الطمرار للعدة شكبال. اللي يندق بنيان بيت ابن الأيواد، لو يختم القرآن ما ياخذ امراد. اللي ينحر الخطار حاف بثنيته، مردانه والمفروض يتحن بيته. الله. الزلة كلمة مرار تبلحها وتفوت، المستحم يموت ابن آدم يموت. من تشهب الما بيه قد مستحاتي، توقف تشلمة تقول موس بلهاتي. يلا عودتنا عليك، عودنا عوفك، تنخطف ليش رسوم ويهمنا شوفك. الله.
الله حسن. شذب وصدق بيك، زعلني وارضى، شتم ومشي عليك حقور انت فرضى. الله. اهواي لك محتام ومسودا عليك، اهواي اهواي لك محتام ومسودا عليك، ويه وقف انداريت من سولفوا بيك. لا ينقط ملح ملقاك، ما اقول لك شلون، ما صخوا لا بيضوق ملقى اليوم الروح. الله. السلام عليكم. احسنت احسنت، تاهلت ويانا للمرحله الثانيه، شكرا جزيلا. شكرا. الله يحفظك. المتسابق كرار عايد البديري. اقول بالخوه كاشخ دوم، بالخوه كاشخ دوم، مو شبه دم زين، شي سامع العباس يكشخ بالحسين. يتجنى لك مفتاح بس الله ضمه، عدل يخاف ودوم زين ويا امه، يا الماش صوب هواي بحجاية خصة، قلت تركت يقوم قوة على عصة. مرواحي مرواحي كان يصيح هدني من صفي، هسه منشيل الريش يوجعني تشفي. أصعب بعد من هاي ما يحصل وياي، دوف التبن بالطين دافتني دنياي، ما أشرط بكل ضيج، ما أشرط بكل ضيج جاية ومعونة، فازع لحسب القال شخبار خونة، الما يحس الما يحس بالام عضات صبعه، خلي ينشد الما شاف زين او يا ربعه. النعمه النعمه اللي عنده نعمه وخير، حاسدنا شيريد مو يدري فقره وناس عيشتنا ترشيد، كظمن خلق بالضيج كظمن خلق بالضيج، غربلها ناسك واللي يبقى حوت عقال حطه على راسك. الله. الضحكه الضحكة والتقدير والفزعة والطيب، منهن أظل متعوب منا لما شيب. بعد روحي. أحسنت. طبعا تهيأت يعني المرحلة الثانية. الله يحفظك سيدنا. أستاذ ماجد السفاح، لم تضغط لكرار عايد؟ يعني أخواني، حتى لا أسبب إحراج للشاعر، نعم، يعني أرجو أن لا أتحول إلى ناقد لكوني عضو لجنة المسابقة، لكن هكذا هو قانون المسابقة. نعم. عندما يصوت اثنان من اللجنة يعتبر مقبول. المتسابق مهيئ إلى المرحلة الثانية. نعم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الدنيا مثل الميل باليوم الفراي، لو بيها حظ لحسين جا جابت الماي، ما لابس الملبوس لا قلب هاوي، تفصالجة عباس غيرت على عليه، علمج في باد الحيل يلتمش خبرة، منهك صرت وانشاف من زرف الإبرة، طقنا على عين وراد بيدي عميها، وانا على طول افراش فارش لبيها، ما التفت لك خاف تسبقني ناوي، عمر السبع ما دار وجهه على واوي، شد حيلك من الشوف بحجايه خله، القعده ما تنهاب لو بيها ذله، قلولة ذاك التشان بقلبي مدفون، طيحت هدم للقاع طاح من العيون، اعصرها قمت العين بغياب الاحباب،
نقط غدت مو ماي على الراحة وتراب. سمحية سمحية عدي هون يومية جرعة ولا كلمة تنقال عايف تربعة. من زغر موش اليوم من زغر موش اليوم ما أخذها فطرة اللي تشهدني لو تتال أن مدل سفرة. حلو حسن أستاذ حسن الله يعني إن شاء الله كل التوفيق. أنا استوقفتني مفردة منهك منهك المنهك يعني نادرا ما يحب الدارمي الفصحى المفردة الفصحى يعني من النوادر أنا حافظة يعني إما وإما هتشاكو دار مسامعه. فهاي الموقف المفردة منهك يعني نشزت بالبيت بيت عده حلو قالوا له ذاك كان بقليب مدفون طيحت هدم للقاع طاح من العيون والبيت الأخير أيضا جميل بس هذا يعني نعم. أستاذ ماجد السفاح حسه هي أكو مقولة الإمام علي عليه السلام يقول لا تسبوا الدهر فالدهر هو الله. أحسنت. يقول الدنيا مثل الميل يومية لفراي لو بها حر لحسين شاجابة الماء. الدنيا لم تتدخل في منع الماء عن مخيم أبي عبد الله عليه السلام. هناك معسكر معادي وهناك معسكر الإسلام والإيمان متمثل بالإمام ياهو المنع الماء عن وصوله إلى المخيم المعسكر مو الدنيا. فيراد يعني شكرا لك شكرا جزيلا أستاذ سعد. عدنان يعني ما تخلى قرأت من الأشياء الجميلة يعني استوقفني بيها طقني على عين وراد بيدي يعميها وأنا على طول أفراش فارش لبيها بيت جميل جدا. عندي توارد بسمحية أكو بيت للمرحوم مازن الجناحي سمحية لو ينداف بالزاد لي هو الولاة مقال كلمة خطية. باقي الكتابات يعني ما تخلى من الجمالية بس يعني آسف جدا عدنان. شرفتنا عدنان الله يحفظك الله يسلمك. المتسابق حسن ناصر جبوري. الأبيات اللي مختارهن للمسابقة ما لقيت بيهن موضوع أهم من موضوع أمي حتى أبدي به فلذلك راح أبدي بموضوع لهم. أحسن تنسينا ماسخ دوم وتمل شدينيك تنسينا ماسخ دوم وتمل شدينيك وبقدرة الله يصير ما له عجيني. الله حسن اتلول ام لابن تريد تنيمه ويهيد اتلول ام لابن تريد تنيمه ويهيد او منع طحت ويا ونمنع لفرديد ورقه ولفتني عيده ودنا للصوت صار عيده اتلول ام لابن تريد تنيمه ويهيد اتلال ام لابن تريد تنيمه ويهيد او منع طحت ويا ونمنع لفرديد ورقه ولفتن النار ورقه ولفتن النار وانت حكم الصار بس الخفت ظليت هب الهطار. اشياهي اشياهي ما معقول يدرى النخلها اشياهي ما معقول يدرى النخلها ما سرحن الا قبال اشياها اهلها. يا سلام يا سلام الله صح عايش فرقاك صح عايش فرقاك بس عيش حيله صح عايش فرقاك بس عيش حيله دايا وبلاش تشاخ وقت الجحيله. طلعتك وسديت قلبه بمراحل
طلعتك وسديت قلبه بمراحل او ما تطب من الجيب عرج السواحل. الله امر الضفا وتمرات امر الضفا وتمرات والوادي منشاط امر الضفا وتمرات والوادي منشاط هسا يصيح حا حتى البلقماط. الله جنت انحاط جنت انحط على الراس يو هسه معيوف جنت انحط على الراس شو هسه معيوف جن جدر عربيات من بورصة مزروف محصول بس تبنات محصول بس تبنات من ذيك الاطنون او قاموا قبل لا شيل بالجل يحرجون. قصة دارمي هاي اكو اثنين اصدقاء صار زعل بيناتهم فالاول قال للثاني قال له انا راح اعتبرك ميت بعد ما امر بيك ولا اوصل لك. بعد فترة رجع لزار بيته اللي قال له بعد ما امر بيك فصاحبه قال له شنو الموضوع انت قلت لي بعد ما امر بيك وراح اعتبرك ميت بحياتي وبعد ما امرك شنو اللي تغير؟ فقال له تعرف زرتك ليش يا المالك احساس تعرف زرتك ليش يا المالك احساس جاب الدخول الزور ما تاهى الناس. الله احسنت حسن احسنت يا حسن الله يحفظك جدا الله جميل بعد اللجنه صوتوا لك نعم استاذ حسن. شكرا سيد حامد. حسن اللي يقول مرضفه اللي يقول بروس اللي يقول تبنات هاي المفردات اللي كررها ما يقول مراحل الدار ما بي مراحل يعني وكل التوفيق ان شاء الله. الله يحفظك كل التوفيق حسن ناصر الجبور تأهلت ويانا المرحله الثانيه. الله يحفظك. المتسابق عقيل الياسري من كربلاء. ابدي على سيد مولاي امير المؤمنين. السلام عليكم. الما حضب توقيع منك يا ابو تراب الما حضب توقيع منك يا ابو تراب عجلنا ما ظنيت رجله خط الباب. احسنت. وهذا انا حال الراد على الحاله ورجه هذا انا حال الراد على الحاله ورجه حفنه نشب عرقوب والدنيا عجه اليم من بدنياه تاليها يلام اليم من بدنياه تاليها يلام مثل اللي يودع ديك عدوى وينام تتشابه الركضات بس مو توارد تتشابه الركضات بس مو توارد واحد ركض فزاع والثاني شارد. الله 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 هندس غدا الدنياي ما ظنها تسفر هندس غدا الدنياي ما ظنها تسفر مثل العلي مشروه وجيوبه تصفر. يا عيني يا سلام يا سلام ويا نشعت على رسوم وجهه وشقاره يا نشعت على رسوم وجهه وشقاره نشعت لذيذ الكاس عد السكاره معكمش وجه خلاف وجه التوده معكمش وجه خلاف وجه التوده حاله هدم مدحوس كان بمخده. الله 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 الله, الله جميل. يا المالك رحت لوج عوف السعر بيش يا المالك رحت لوج عوف السعر بيش كون ادردع على الجوز نفسك دنت ليش. الله اخيرا بعد عدبيته نذبح سمين خيار نذبح سمين خيار موش المريضه من كانت العربان تشرم حميضه. نعم واخيرا
يا حلمنا المات بم هذا ذبحوه، يا حلمنا المات بم هذا ذبحوه، وبلا ثلث نقلات عجلة ودفنوه. الله الله عليك، احسنت سيد عقيل الياسر الاستاذ سعد. عقيل يعني ابيات جميله تتشابه الركضات بس مو توارد، واحد يركض فزاع والثاني شارد، بيت جميل جدا والتفاته جميله. مثل العليا مشروه وجيوبه تصفر، ايضا بيت جميل. بس عندي على كلمه معكمش يوجه خلاف، معكمش يوجه خلاف، وجه التوده حاله هدم متحوس كان مخده، يعني كلمه متحوس شويه مو محببه، لو مدفون حاله هدم مدفون تكون اجمل. جيد كذلك كلمه حميضه عندي يعني شويه عليها، والباقي جميل جدا. استاذ سعد لاحظتك تاخر بالكبس للمتسابق. اي لازم يعني حبيت اسمع قراءته وحبيت اسمع ابياته، ربما بيت كتابته خطا، انتظر يقرا صح او يكون مثل هالشكل. احسنت يعني. احسنت، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيد عقيل ممنون. المتسابق سعيد مداعي من كربلاء. لو ما يضحي شلون شي ثبت الدين، لو ما يضحي شلون شي ثبت الدين، على الخلق مو بالكيف مفروض الحسين. يا روح قطع رجاج ما مش مساير، يا روح قطع رجاج ما مش مساير، ما عنده المرغوب راعي الدنانير. بمر الله كون يصير للموت جازه، بمر الله كون يصير للموت جازه، واستنقوين البيه للخل عازه. يا لاه وقت وياي سالفت عوجه، يا لاه وقت وياي سالفت عوجه، للرزق فوق البيت ناصب لنوجه. منين اجيب الليل خالي من الهموم، منين اجيب الليل خالي من الهموم، حتى افرغ المالات ربع الغدا نشوم. المهر حيد تريد موش الكبوبة، أجلكم الله، المهر حيد تريد موش الكبوبة، يرقاها كون هدية والعلية ثوبة. المهرة 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 نعم. يعني يظهر أنك كأنما المتلقي يسمعك تقول المهر، عيدها عيدها بهيك بقوة. المهرة المهرة حيد تريد موش الكبوبة، يركبها كون هدية والعلية ثوبة. تون عدل وياي وقت وقل الزين، تون عدل وياي وقت وقل الزين، شو صبحت مصباح فصها بيض العين. لا تنغر العانات تقضي على ساعة، لا تنغر العانات تقضي على ساعة، تالي الحميد الصير جربه بجماعة. أجلكم الله. الما يجي خطار يسحق ثنيته، الما يجي خطار يسحق ثنيته، كون بنفط بالليل ويحر جبيته. واخيرا خلنو يضم مطال بهذا شلك، خلنو يضم مطال بهذا شلك، يتنشد على الحال تبكي من اقلك. احسنت. السلام عليكم ورحمه الله. احسنت استاذ حسن. سيد حامد الله يحفظك. يعني استوقفتني بيت عد الأخ، بمر الله كون يصير للموت جازة، بمر الله كون يصير للموت جازة، واستنقي وين البيه الخل عازة. بس هذا يعني أخو ما يشفع لعد البيت. كل التوفيق إن شاء الله. أستاذ ماجد، هو ماكو شعر مو جميل، لكن أنا بصراحة أرد أحكي للعام، يعني مو بس للأخ الشاعر. كل الاحترام للأخ سعيد، وحتى اللي ما يتأهل للمسابقة هو فائز، لأنه هو يكفي أنه حضر، ويكفي أنه أكو دوافع شعرية جابته ووقف أمام المنصة وطلع وشاف الجمهور. أيضا هذا يعتبر محفز إعلامي إلى المستقبل حتى إذا ما فاز.
لكن اكو قضايا بالالقاء، انا شايف راهي من يلقي وشايف جماعه بالديوانيه يقدم العجز، يعني نهايه الشطر على الاول، يعني مثلا مثلا على سبيل المثال لو سمحت سيد. نعم تفضل. يعني وعلى هالتالي اوف مداها الروح، وعلى هالتالي نحره تشالي ما تندل المعبار نحره تشالي، يعني شوف شلون قصدك فنيات بالالقاء وفن وكذا. انت من تجيني بالورقه مثلا وتقف امام المنصه وتحاكي المشاهد والمتلقي والمستمع، يعني قوه. أحسن. خصوصا انتم انتم مملكه الدار. امر قصتك هاي اللي تفضلت بها التلاوه مرصت. نعم تفضل سيد حامد واستاذ سعد. هاي مو ساعده بالفرات يقرون، بس اكو طريقه غناء اللي تفضلت بها، هاي طريقه غناء. لا هاي بالله حتى جماعه انا اريدهم، يعني سيد حامد انت اريد المتسابقين يعني اداء يكون القاء، ولا هو اللي يوقف على المنصه، بعد هو اللي يوقف على المنصه. سيد حامد اعتبر شجاع اللي يوقف على المنصه. نعم هم شعراء او شجعان. استاذ سعد حياك الله سعيد. الله يحفظك سعيد. عندي روي متكرر بثلاث ابيات ما مراعي هذا الشيء، مثلا الدين والحسين، لازم الحسين الدين الحسين هنا وقاعد يلا تجي صح هنا وقاعد تبروي. كذلك المهرة حيدي تريد موش تشبوبة، تشبوبة وثوبة أيضا روي، وتون عدل وياي وقت وقلت زين وعين أي زين وعين أيضا روي. عنده بيت جميل يا روحي قطع رجال شمامش مساير ما عنده المرغوب راح الدنيا. أحسنت سعيد. أحسنت سعيد وشكرا جزيلا. المتسابق عايد كاظم الشبلاوي من كربلاء. أتمنى خادم كون بين الحضرتين، أتمنى خادم كون بين الحضرتين، وكنس تراب جدام زوار الحسين. صعبة وصف العباس واكتب لي شطرين، صعبة وصف العباس واكتب لي شطرين، ضحى بثلث خوان وجفوفة والعين، فرن الوكد دولاب وانا افتر وياه، فرن الوكد دولاب وانا افتر وياه، كل هذا بس ما اقول يمشام تحا، طقاته بس على الراس يوجع زماني، طقاته بس على الراس يوجع زماني، عزة نفس بالروح هالواجفاني، موش لبالك ذاك شايب صرت حيل، موش لبالك ذاك شايب صرت حيل، ما بي اجر قطاي من يجبل الليل، عشرة قبل والطيب ما مش مثلها، عشرة قبل والطيب ما مش مثلها، هالوقت شك وظنون وادمنا كلها، الما يمر خطار يوم على بيته، الما يمر خطار يوم على بيته، من يحكي ليش يقول حاتم جزيته، حيلان لك مشتاق يل دربك بعيد، حيلان لك مشتاق يل دربك بعيد، من تمر كان رمضان خلص ويا العيد. جميل. آن الصبح والليل ما يفرق وياي، آن الصبح والليل ما يفرق وياي، نعمن بول يوم من فارق هواي، قوطرن موش هموم كنهن سر بنوك، قوطرن موش هموم كنهن سر بنوك، حلو جرن وياي والشام تسوق. الله الله. استاذ سعد حياك الله. أخ عايد عايد يعني يكتب طريقة صحيحة الدارمي، يعني الوزين حرف الروي راعي شهادة احتسب. الله يسلمك. لكن بصراحة يعني ما لقيت الصورة، مواضيع متشابهة، أبيات متشابهة، يعني حيلة وجرن وياي، يعني لو كنت منوع بالمواضيع يعني كان أفضل. يعني آسف أستاذ ماجد. لا بأس أن تحلق بالشاعر قصيدة واحدة إن كان شاعر قصيدة، ولا بأس أن يحلق بيت أبو ذية بشاعر، ولا بأس أن يحلق بيت دارمي بمجموعة أبيات لشاعر. لذلك أنا صوتت لهذا الشاعر، كوطرا نموش هموم كان هنسر بنوك، فصورة جميلة رائعة بالنسبة لي. نعم هكذا أرى هذه الصورة. جميل. سيد حسن. سيدنا يعني تعياتي له وسلم لي. الدارمي ما بي
يعني عايد عجيبة ما لقيت يعني الدار مبيع عجبه عندك بيت عجبني إن شاء الله مثل ما تفضل أستاذ ماجد إلا حلق بيت واحد كافي الماء يمر خطار يوم على بيته بيت جميل هذا طبعا نشكرك يا أخ ممنوني منك عايد المتسابق طاهر البديري من النجف الما عنده والمطلوب الما عنده والمطلوب حجة وعمر تين خل يمشي هسه يطوف شباك الحسين أمك بكل مصباح حبحب بديها أمك بكل مصباح حبحب بديها ما تعلى ذا عليت صوتك عليها إلى أبي كل موسم تغارن للفقر عازل كل موسم تغارن للفقر عازل ماتوا لهس الناس من خيرة تاكل جميل شنه الثلاث أيام شنه الثلاث أيام كلش قليلة يقولون الضيف ثلاث أيام ويبقى مو ضيف أنا عكس هاي النظرية شنه الثلاث أيام كلش قليلة خطار ثلاث سنين بعيون أشيلة صح جعت صح جعت صح عريت بس أنا مرتاح ماي الوجه محفوظ من وجه ما طاح جميل بس بالشكل عدلين بس بالشكل عدلين خليها بسكوت بس بالشكل عدلين خليها بسكوت واحدنا مثل الجام بس يوقع يموت الله السدعانة مملح ساس السدعانة مملح ساس لا تقل نفرض تطرب عيون النايل من يغمض سهمك جزان وراح سهمك جزان وراح ولقيته نصين شايل حرز وتراب من قبر الحسين كنت اطوب الفولاذ وحياك حوكه هسا خبز نقعان ما بيلوكه اش وقت تنسى هواك إيش وقت تنسى هواك قالوا لي أهلي قلت لهم مني صير بزر ابن حلي وبسلامتك أحسنت أحسنت يا طاهر أستاذ حسن سيد حامد الله يحفظك أهلا طاهر وسهلا مرحبا طاهر يعني عنده أبيات جميلة ولكن هنا عنده توارد يعني هم أخوة المتسابقين عجبني بيتين عنده أتمنى له التوفيق ما أدري هو عبر لا نعم توفق للمرحلة الثانية طاهر البديري الله يحفظك المتسابق أحمد خير الله الركابي من ذي قار يا أبو الحسن يا أبو الحسن أنخاك غير تمامي شو موت قام يصير حتى بسلامي راجع لنفسك قوم كف عن خطاياك وارجع لربك توب حتى وقفوا وياك العاهدني قالوا وياك لازم أموتن شو هسه قام يدير وجهه منفوتن خنقوني بحجايات موش بحبلهم هذا الأكر هيصير يومي أقلهم ظنك عفو مرتاح لا والله معلول ما دامك انت بعيد وفراقك يطول من راح أول اليوم ما غافل يلة بيا علي ويا زهراء شفيد أشيلة بعض الزلم يا حيف تهوى المهاين
قامت لي تاخذ شور من الجناين، ما كنت حاسب هيك بس صارت حساب. ابن ام من ملقاي لابد ورا الباب، والفك يمر حذاك ما يلتفت لك، مو جالا والعباس هاي التكت لك. شايف قبل حلوات بس مو مثل هاي، بالرقبة مرمر بان من جابة الشاي. بسلامتكم. أحسنت يا أحمد، خير الله. أستاذ سعد الجنابي، حياك الله أحمد. أحمد طبعا أبياتك ما تخلى من الجمالية، أكيد بيها أشياء جميلة، لكن يعني هو الدار مصدره وعجز، لازم تفززني، لازم يعني أكو دار مصير بيه حرارة يعني يفززك. ما لقيت يعني بصراحة بأبياتك، صح تكتب صح وبطريقة صحيحة، لكن الصورة اللغة أحيانا تفتقرها. آسف جدا أستاذ ماجد. بيت جميل عند الأخ أحمد خير الله الركابي، والفك يمر حذاك. بالمناسبة كلمة حذاك فصحى، مأخوذة من كلمة محاذاة أي بجانب، تمر بمحاذاة سيد حامد يعني بجانب. بيت حلو عند ولفك يمر حذاك ما يلتفت لك، مو تشيله والعباس هاي التكت لك. بيت جميل، لكن نتمنى أن تكون له مشاركات قادمة إن شاء الله، ونتمنى له الفوز. أستاذ حسن. سيدنا أنا أتمنى له كل التوفيق، وما عندي إضافة يعني، قلت أسولف نسولف أنا أستاذ سعد وعم برياض أبو. الله يحفظك. الله يسلمك. شكرا لك يا أحمد خير الله، ونتمنى لك التوفيق في باقي المجالات. المتسابق أحمد الطائي من ذي قار. زعل بدومني غيظ قلبي شراضي، مولت ملالت مات حيلو جرت بي، قالوا لي راح الشيل شي وياك، الديرة ظلم الصير شي حملة فرقاك، فزعن وقت الضيج يا الرايد افزع، العركة لو يذيب فصعين اشلع، اش مالك تقول اش بيك نفسك دنية، ما مدني بيوم للموشلية، مرانا باسم محبوب عند العشيرة، مرانا باسم محبوب عند العشيرة، قهوة بحلق شياب جا عند غيرة، من عمت عين العوز ذلاني كلش، خلاني رد على البيت والسقف فلش، أم نقول أن آخ جن آخ بيها، يسمع حساب عجار ويون عليها، هيمة وطريج بعيد، هيمة وطريج بعيد، وأخوان شالوا يا هلا فزعوا يا علبي عالوا، عاقان مو سباح ما شايف الشط، بهدومة تيت عليه وابن ام لغط، مو دهر بس مجبور، مو دهر بس مجبور عن حق طالب، لو طلعك الخسران لو انا غالب. احسنت يا احمد الطائي. طبعا صوتوا لك اللجنه الاستاذ حسن والاستاذ ماجد سفاح. نعم استاذ حسن. سيد حامد الله يسلمك، اتمنى له كل التوفيق، بس اطلب من عنده يعني بعد سباكه بالابيات، وبعد حط صور ان شاء الله. هي هاي اختبارنا ان شاء الله يعني، تقوى بالمسابقه. عندك ثلاث ابيات اربع عجبني، بعد اريد من عندك ان شاء الله. استاذ حبيبي استاذ سعد، حياك الله احمد. الله احمد عنده صدر جميل جدا، قالوا لي راح الشيل شيلني وياك، هذا صدر جميل جدا. عندك بيت مر مرة انا بس محبوب عند العشيره،
جواب حلق شياب شا عندي غيره جميل أبو. لكن اكو اشياء بصراحه يعني ما مثل بهدومي بهدومه شيت عليه وابن امي لغط الواو يعني هاي انا الواو ما اكتبه بساني بالطبيعه حتى لا انت طابعها هاي مطبوعه مطبوعه انا وجيتها بالطريقه مو صحيح. المهم الاساتذه صوتوا لك ونتمنى لك الموفقيه. انا تاهلت ويانا للمرحله الثانيه. شكرا جزيلا لك. الله يحفظك. المتسابق محمد عضيد اللامي من ميسان. كل ما يمر نغروب قول انا شقيت ثوبوا عليك يقوم يتلاطم البيت انبش كذب جدام عذال السنون ما تدري بس دخان شبعان البطون يلقت لي اشكل حال ما اشكنا وعيب بعينك تعال وشوف خل عينك تشيب وي خويا شنه الصار منه وتبريت وي خويا شنه الصار منه وتبريت ولا كنا انا وياك صرنا فرد بيت يلايم على الروح بسك بعد لوم يلايم على الروح بسك بعد لوم تقدر تبدل ماي وترد ملموم اشوى بمنام الذيب فاتش فرد عين شوف انا موش النوم ما غمض البين يا ربي دخضل شوف وعميها العيون خاطر حزين تقول ناس ويصدقون وديت لك مرسال كما غريته الميت حرام عليك تهمل وصيته الله وديت لك مرسال كما غريته الله الميت حرام عليك تهمل وصيته احسنت منجبل على الديوان توقف للذقال والقلاش المصبوب وتفور الدلال بس قصة قصيدة قصة دارمي هذا ابن شيخ انكتل أبونس ثاره فعير واحد خض ثار أبون سجن عيب صدق كذي بانا أدخل للسجن وقت الكتال أبوي قال له موت أبوك شيخ وهاي قال له حتى لو شيخ ما أدخل من وراء السجن فشرد علي المسجون قال له السجن لا مو عيب عيب اليضلعار عيبك على المقتول شيخه ونسى الثار الله سلامتك احسنت يا ابو جاسم انا قبل مداخله اللجنه عندي فد ملاحظه لاحظتها عند محمد عضيد لاحظتوا لغه محمد هي لغه العماره هاي اللغه اللي هاي لغه العماره يعني هو ما غادر بيئته ولا غادر واقع حتى بالالقاء وما راد ان يتنكر وهاي جماليه زادت من جماليته وهاي تحسب له طبعا نعم استاذ سعد اسمع مداخله محمد عنده اشياء جميله ميت حرام عليك تهمل وصيته بيت جميل جدا صدره عاجز وديت لك مرسال شاما قريته عنده روي لوم وملموم هذا بيت واضح مشكله بالقافيه عندك نايم على الروح بسك بعد لوم تقدر تبدل ما يترد ملموم حرف الواو حبيبي اتعلم من عندك استاذ محمد مختلفه الاشاره مالته اي لوم ملموم انت هسه بابنك تحسها اكو مشكله بيها اتمنى لك استاذ حسن نعم انا اتمنى لك كل التوفيق يعني شفت عدى بيتين ثلاثه وهذا ما يسمح لعدي تاهل ابو جاسم للاسف ما تاهل فيان المرحله الثانيه ومشاركتك جميلة جدا الله يحفظك الله يسلمك مشكورين شكرا كل الهلا المتسابق عزيز الرميثي من السماوة أمنتك وطشيت سر بحلق سوق
ما تستحي مدليك مفتاح وتبوك. يا سلام يا سلام الله كيف جميل جدا. عيدة عيدة عزيز أمنتك أمنتك وطشيت سر بحلق سوق ما تستحي مدليك مفتاح وتبوك. الله 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 يحفظك. كل ديرة كل ديرة ما خليت عنك نشد حاط من ضيمن اجدع ليك حتى البلقماط. وين الله صدفة لقاك وتكحل الشوف هتش هتش لك الضكون كضت حرز خوف. حسرت بيوم الشال حسرت بيوم الشال من هالعقل شاب حسرة وحيد وشاف تستحقر اجناب. الله اقصن سنين جفاك اقصن سنين جفاك بيا وتراديت لا عدل عقبك ضال لا من حسب ميت. الله محضير والمعزيات يمراس ناحن يبتلوان عليك دمعات طاحن. هو شبق من الحيل عقبك ونيده عجب لو جناز تابوت بيده مو مثل هاي الناس تتلاقى فنها لقيت ملقى جاي من عركبنها. الله 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 الله. الوكيت قام يلوش بي برحاته من شفت اخوي اندار ويا الشماته. اصبر وبالك ماي وجهك تبيعه هم تفرج من الضيج بيك الوسيعه. احسنت يا عزيز الرميثي. طبعا كنت مسك ختام لهذه الحلقه الاولى. شرف كبير لي. الله يحفظك شهاده وصوتوا لك اللجنه يستاهل. عزيز انت تحيب ابياتك نفس الموضوع نفس يعني عنده قضيه يبدو. لا الحمد لله. بيت حسرة اليوم الشال من هالعقل شاب حسرة وحيد وشاف تستحقر جناب. بيت جميل جدا. اي لا رجال جميل امنتك وطشيت. لا عم شحب ما ابيت رجال متزوج. هنا المشكله ابو رياض يقول ما احب انا متزوج. هو قال القانون هسه هم زين وياك يعني اذا تريد تتزوج هي مو دعوه للزواج الثاني طبعا. فاما القانون يخسرك 250 الف دينار يعني واما سجنك 6 اشهر معوقف التنفيذ او تقول تكذب عليهم حشاك تقول لهم انا تزوجت قبل العفو. لا هسه سوينا مساعدات قبل تنسلف. ها زين هسه حسن. اي انا كل التوفيق ان شاء الله ونتمنى من عده يعني ابيات جيده بالمرحله. تهانينا لك وللعائله الكريمه. لقيت ملقى جاي اي لقيت ملقى جاي من عرك ابنها يعني ابيات. الله يوفقك. ابيات جميله موفق عزيز موفق ان شاء الله وشكرا جزيلا وتاهلت ويانا للمرحله الثانيه. وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم والشكر موصول الى كل من شارك في هذه الحلقه وللجنه الموقره استاذ حسن والاستاذ ابو رياض مازن السفاح استاذ سعد الجنابي. شكرا لكم لتقييم المتسابقين. أعزائي المشاهدين وصلنا لختام حلقتنا هذا اليوم. انتظرونا إلى ذلك الحين في أمان الله.